سلة الأسعار، تطبيق أطلقت الهيئة العامة للإحصاء لتزويد المستهلكين بأسعار السلع الموجودة بالأسواق ومقارنة أسعارها في مدن المملكة وفق معلومات حديثة ومتجددة. التطبيق يمنح المستهلك إمكانية اختيار مجموعة تحتوي على السلع الخاصة به، استعراض تفاصيل كل سلعة، معرفة مجموع أسعار السلع المختارة للشهر الحالي في مدينته، معرفة أسعار السلع التي تم اختيارها في أي شهر سابق ومقارنتها بالشهر الحالي، الحصول على معلومات عن السلع التي سجلت أعلى ارتفاع أو انخفاض في أسعارها، إدخال بيانات الدخل والصرف الشهري للمستخدم ومساعدته في تحديد ميزانيته ومقارنة صرفه بمن هم في مستوى دخله وفي نفس منطقته. ومن خلال القائمة الجانبية تقدر تتعرف على معلومات وأخبار الهيئة، معلومات عن التطبيق، كيف تتواصل مع الهيئة، تغيير اللغة والمجموعات السلعية الخاصة بك. كل هذه المميزات تقدر تستفيد منها من خلال تحميل تطبيق سلة الأسعار من متاجر أبل ستور وجوجل بلاي.